ما حكم شراء الأسهم من البنوك والشركات ثم تفويضهم في بيعها، حيث أنه يمكن شراء أسهم منهم ثم نوكلهم في بيعها ونأخذ الثمن نقدا، فهل هذا جائز؟ لا بد يكون المبيع معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون مباحا، هذه من شروطه. فإذا كانت الأسهم معلومة ومباحة ليس فيها ربا وليس فيها قمار فإنها حلال، تباع وتشرى. أما إذا كانت مجهولة أو معلومة لكن فيها ربا فيها قمار فإنها لا تجوز.